مرحبا. اجتاحت الفيضانات ولاية تكساس الأمريكية بسبب تساقط الأمطار الغزيرة لمدة يومين على التوالي، رافقتها سلسلة من العواصف الرعدية سببت فيضانات غطت الطرقات واقتلعت الأعاصير الأشجار وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالمنازل ووفاة شخصين وفقدان ثلاثة آخرين وعدد كبير من الجرحى. بالعودة لطقسنا، ربيع متقلب حرارياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 122. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 13، بالبقاع 8 والأرز 4، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 22 بالقبيات، المينا 25، مننتقل من بعدها إلى حصراية 23 درجة، صالحية 26، مرج عيون 24 والخيام 22، المنصورية 25 وسعد نايل 22، بشري 16 وجباب 26. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، وريحة بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدنها 18 أقصاها 26، التلاتة بتتراوح بين 19 و27، والأربعة بين 20 و28. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ من رياض 42 وعمان 26، دمشق 29، الجزائر 22 وتونس 27، باريس 18 ولندن كمان. وهيدا كان كل شيء. باي.